أهلا بكم. قال رئيس الحكومة الحالية محمد الشياع السوداني إن العراق اليوم متعاف ومتصالح مع نفسه، وقد حقق نصرا كبيرا على ما سماه الإرهاب. وأضاف السوداني في لقاء تلفزيوني مطول أن التحدي الذي يواجه العراق الآن هو الفساد، ومكافحته ليست صعبة، إلا أنه لم تتوفر الإرادة السياسية لمكافحته حتى اللحظة. وأكد السوداني أن لا أحد يزايد على مسألة استقلال قرارنا الوطني أبدا، ولن يكون العراق في يوم ما تابعا لأحد على حد تعبيره، وأن القوى السياسية بدأت تفهم بشكل أعمق حدود الديمقراطية والحرية بعد 20 عاما من التغيير، كما أن رئيس الحكومة في العراق بعد العام 2003 مقيد وليس مطلق الصلاحيات بسبب مفهوم الفصل بين السلطات والقائم في العراق. وقال أن النظام السياسي في العراق يستمد شرعيته من أصوات الناخبين وصناديق الاقتراع فقط. تصريحات رئيس الحكومة الحالية عن الوضع في العراق والعملية السياسية بعد 20 عاما من الاحتلال الأمريكي هي التي سنبحثها في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا تصاعد خطاب زعماء الأحزاب الطائفية والميليشيات للتذكير بإنجازاتهم الكبيرة في الآونة الأخيرة وبشكل لافت؟ وعن أي شرعية شعبية تستمدها العملية السياسية كما يقول السوداني بعد مقاطعة نحو 90% من الشعب العراقي للانتخابات البرلمانية الأخيرة؟ وهل ما يجري من تدوير وتقاذف للسلطة بين زعماء الميليشيات والأحزاب الطائفية منذ 20 عاما هو تداول سلمي وديمقراطي حقيقي للسلطة كما يقول السوداني؟ ومن أين ستأتي الإرادة السياسية للجم الفساد المتغول إذا كانت كل القوى السياسية منغمسة بهذا الفساد وتحميه وتوفر الحصانة لحيتانه وضباعه؟ ضيفاء الطاولة: رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي. يبدأ من أصوات المواطنين، وهذه الميزة. قد صارت مشاكل سياسية أمنية من 2003، الشيء الإيجابي في العراق أنه حافظنا على الانتقال السلمي للسلطة. أغلبية شعبية تتجاوز 85% قاطعت الانتخابات التي أفرزت كتلا أقصيت بالقوى عن المشهد ليمسك بزمام الأمور الإطار التنسيقي الذي نصب السوداني رئيسا للوزراء. هذا هو المعنى الحقيقي لقول السوداني في مقابلته مع قناة الجزيرة بأن شرعية حكومته منحها الشعب ووصل هو إلى الحكم عبر تداول سلمي للسلطة، بيد أن أكثر من سنة تصارعت فيها ميليشيات الإطار وميليشيات الصدر للاستحواذ على السلطة. السوداني الذي وصف نفسه أول رئيس حكومة جاء من الداخل، يبدو أنه في هذه المقابلة ما زال في الخارج، أو ربما يتحدث عن عراق آخر لم يعايش العراقيون يومياته المأساوية بكل تفاصيلها من قتل وتهجير وظلم واستبداد وفساد وطائفية تنضح بها الأروقة السياسية وتفوح من أفواه زعماء العملية السياسية ولا سيما نور المالكي. في البداية وصف السوداني الدستور الذي كان يمليه الحاكم الأمريكي بول بريمر بأنه دستور كتبته أياد عراقية، وللمفارقة أصحاب هذه الأياد وصفهم بريمر كما ذكرت واشنطن بوست بأنهم كذابون ولصوص وذئاب مسعورة. ثم يعرج السوداني على الفساد المستشري معلقا كل أسبابه على ما يصفها قوى الإرهاب والنظام السابق، وكأن مليارات الدولارات التي نهبت وما زالت لم تذهب إلى جيوب قادة الميليشيات وزعماء الكتل السياسية. ولم يفوت السوداني الفرصة لينظر بالمفهوم الوطني الذي ساد بزعمه بعد عام 2003، متناسيا مئات الجرائم والمجازر التي ارتكبت بدوافع طائفية لا يمكن إخفاؤها، كما لا يمكن إخفاء ولاء هذه الميليشيات للمشروع الإيراني. العبارة الصحيحة التي وردت في حديث السوداني هي أصالة الشعب العراقي ووطنيته، وبالفعل تلك الوطنية التي أنتجت ثورة لن تتوقف حتى إسقاط العملية السياسية بكافة رموزها.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. ستبحث الحلقة في ما ورد من تصريحات للسوداني في لقاء تلفزيوني مطول عن الواقع في العراق. ضيفا الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي والدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية وسيكون معنا عبر سكايب. أهلا وسهلا بالضيفين الكريم. حياكم الله. دكتور طبعا سنأتي على حديث السوداني في اللقاء التلفزيوني المطول نقطة نقطة ونتحدث عنها، لكن في البداية الحقيقة هناك أمر لافت في المرحلة الأخيرة وهو أن زعماء الأحزاب الطائفية والميليشيات صعدوا من خطابهم في التذكير بمنجزات كبيرة تحققت خلال 20 عاما الماضية، ما بين يعني تقريبا شبه يومي عن خطاب عن التذكير أو خطاب بالمنجزات. لماذا هذا التصعيد في هذا الخطاب وتذكير الرأي العام بالعراق بمنجزات كبيرة للعملية السياسية؟ بداية يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أستاذ ماجد وحييك وحيي ضيفك الكريم. أهلا وسهلا دكتور قحطان. حقيقة سؤال مهم وأساسي ويتعلق في مضمون الحلقة اللي راح تحدث بها. الحقيقة خلال يعني في الذكرى 20 لاحتلال العراق برزت هذه الحالة الحقيقة بشكل واضح جدا، يعني لا تجد متحدث عن يعني ميليشياوي، لا تجد متحدث باسم حكومة باسم حزب من قوى العملية السياسية إلا ويتحدث عن إنجازات، وما هذه الإنجازات لا أحد يدري حقيقة. يبدو أن هم يعني هؤلاء اتفقوا على أن يتحدثوا الآن يهاجموا الآخرين بحديث عن الإنجازات، كانوا طوال هذه السنوات الماضية يدافعون بطريقة أو بأخرى يبررون، الآن يتحدثون عن إنجازات، وأولهم يتحدث عن هذه الإنجازات نوري المالكي واحد يعني عراب كل هذه العملية وهو يدعي أنه يقودها وهو فعلا رمز من رموزها الأساسيين. أنا أعتقد أن هناك تكمن ثلاثة أسباب وراء هذا الإصرار على التصاعد، نعم على هذه الحالة وتبني هذه الحالة. النقطة الأولى، السبب الأول، هم يعتقدون بعد 20 سنة أن الشعب العراقي ذاكرته ضعيفة، ومرور هذه السنوات مع كل المشاكل والهموم والكوارث التي مرت بالشعب العراقي نسي الكثير من الأحداث ونسي الكثير من التفاصيل، فبالتالي عندما يتحدثون يعني ليس هناك نفسا حتى شعبيا في مقارعتهم في هذه القضية ويقول لهم أنتم كذابين، فمتروك لذلك يتحدثون. النقطة الثانية، هم يعتقدون وهذا واقع حال، يعتقدون أن هناك هم يمتلكون أجهزة إعلام وأجهزة دعاية كبيرة جدا خارجية وداخلية تستطيع أن تروج مثل هذه القصص الوهمية المضللة وتسوقها. والنقطة الثالثة على المنجزات تقصد؟ نعم. النقطة الثالثة، هم يعتقدون وهذا هم أيضا واقع، أن الجيل اللي موجود الآن ولد بعد 2003، هذا الجيل منقطع عن المرحلة السابقة. طبعا هذا حديثنا ليس دفاعا عن لا عن نظام سابق ولا نظام جمهوري ولا ملكي، ما له علاقه هذا الموضوع، هذا له علاقه بوضع ووضع اخر بالواقع الحالي العراقي، بواقع الحال، ونحن يعني في اشد الاسف انه المواطن العراقي يتطلع الى الخلف ولا يتطلع الى الامام، وهذه حاله سيئه مو حاله جيده، عندما يتطلع الى الخلف ويتحسر على الماضي وحاضر ومستقبل اسود هذه كارثه. فهم يجدون أن الجيل الذي ولد بعد 2003 أو عندما حصل الاحتلال 2003 كان عمره 5 سنوات 10 سنوات لا يدرك وليس له علاقة بتاريخ ما سبقه، لا يعرف المنجزات ولا يعرف شيء عنها، فلذلك وجد في هذا الإطار هذه 20 سنة فهو منقطع، لا يستطيع أن يقارن بين حالة أو أخرى، لا يستطيع أن يستحضرها لهذه. فعلى الأقل هو لم يكن مقتنع بهم سيقبل ما يتحدثون به، هذه النقاط الثلاثة جعلتهم يتحدثون بهذه الطريقة. ولا عندما يعني تستمع إلى المالكي في آخر الأيام بعد في الذكرى 20 هو يتحدث كثير من الأحاديث كثير من اللقاءات أجرى، تستغرب عن أي يعني يحاول أن يسوق أوهام بطريقة غريبة عجيبة، يتحدث عن تعليم متطور في العراق يختلف عن المرحلة السابقة، يتحدث عن وضع اقتصادي متطور عن الوضع السابق، يتحدث حتى عن النفط انه احنا الان ايش قد نصدر نفط، يعني لمعلومات المالكي فقط، وهذه الشعب العراقي كله يعرفها، العراق في بداية عام 1980 كان يصدر 3.5 مليون برميل. دكتور باختصار حتى لا نغرق بالتفاصيل، نعم باختصار
عن قضية لماذا، ما الذي، ما الهدف من تذكير الرأي بمنجزات موهومة؟ هو هذا 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 الهدف الحقيقة. هم يريدون أن يسوقوا نفسهم أنه لا أحد الآن يقف ضدهم، لا أحد يستذكر الماضي، لا أحد ينظر إلى الماضي، الحاضر هو أفضل من الماضي، أفضل من الماضي. والله. لذلك هم يقولون نحن الآن أفضل، ودولة مستقرة وغير شكل، والعالم كله يرحب بهذه التجربة الرائعة، هكذا يريدون الحديث. دكتور قحطان، الحقيقة تحدث السوداني عن واقع وردي إيجابي، كثير من المنجزات قدمت خلال 20 عاما، وسنأتي عليها نقطة نقطة، لكن رئيس الحكومة المسؤول الأول التنفيذ الأول مدني وعسكري عندما يتحدث للرأي العام بهذه الإيجابية بهذه الوردية عن واقع، والكل يعلم ما هو هذا الواقع، هل هو يمارس دعاية سياسية أم هو انفصال عن الواقع؟ حياك أخي العزيز، وحيا القناة والمشاهدين، وحيا الضيف الكريم. هلا. كما قال الضيف الكريم الأستاذ الفلاحي، نحن لسنا ندعم جهة معينة، نظام ملكي أو سابق، وأيضا نقول نحن لسنا ضد جهة معينة قائمة بالحال بالوقت الحاضر، ولكن أمام حالة العراق، وبالتالي حديثنا يجب أن ينبغي أو يفهم على أنه صورة حقيقية للعراق، وليس كما يصور البعض حالة العراق السيئة. أنا أعتقد أن الذي يتحدث للأسف الشديد بعد 2003 عن الفساد هو أكثر العراق، أكثر شخص بالعراق فسادا، والذي يتحدث عن ظهور تطبيق القانون هو أكثر شخص خارق للقانون، والذي يتحدث عن ظهور خلاص البلد من محتل هو جاء مع محتل بصيغة لم تألفها العالم أجمع، وبالتالي لا أعتقد غريبة أن يتحدث مسؤول عراقي بدرجة أساسية أولى متقدمة عن وضع وردي رومانسي رائع في العراق، والعراق في كل المقاييس الأجنبية الخارجية والداخلية هو أسوأ بلد في العالم. الصحة صفر، البارح محافظات عراقية تغرق، أعطوا 4 أيام إجايز لأنه لا يقدر المواطنين يروحون إلى المدارس، الصناعة صفر، الزراعة صفر، التعليم صفر. وهذا أيضا كما قلت قبل قليل أنه مدح النظام الحالي مالكي، ومالكي هو قال نحن فشلنا ونحن أسوأ نموذج، ينبغي أن لا نعود إلى العمل مرة ثانية. هؤلاء ليسوا دقيقين بالحق. لماذا؟ لأنهم جاءوا على أكذوبة، وبالتالي أعتقد أن هذا هو ديدنهم في تحليل الحالة، وصف الحالة، اظهار الاعذار التي قد يختفون حولها، كما قالوا لم نعمل على بناء الجنوب العراقي والعمارة لان اسرائيل لا تقبل، او على مدينة الثورة لا تبنى لان اسرائيل كنصراني لا يقبل. هذه هي اكاذيب. نعم. والاسف الشديد ما كنت اتمنى حقيقة ان يقول هكذا، لانه على قد تقدير حتى يكون منطقيا. نعم. السوداني يقول وردت حالة سيئة وسأعمل على إصلاحها، قد يكون الأمر مقبولاً، أما وصفه أن العراق إيجابي وردي فهذه علامة استفهام كبيرة. نعم، أشكرك دكتور. أيضاً مما ورد على لسان السوداني، وأيضاً حقيقة كل زعماء الإطار التنسيقي والخطاب السياسي والإعلامي، التذكير بأن من يتولى الحكومة الآن هو شخص من سياسي الداخل وليس من الخارج، وكأن هذه ميزة وخصيصة تفرد بها هذا الشخص الذي يتولى إدارة العراق اليوم. ما الذي سيختلف لناحية إدارة دفة الحكم والأداء في إدارة العراق في كون هذا الشخص قد قدم من داخل العراق وليس من خارجه؟ هل الأمر سيختلف؟ أستاذ ماجد، علينا أن نتفق من البداية، ويجب أن يكون هكذا أقترح، أن يكون شعارنا بالحديث ينطلق من هذه المسلمة، أنه من يعارض نظام شكل يختلف، من يعارض نظام سياسي شكل، ومن يقف ضد بلده شكل آخر. هم هؤلاء الذين جاءوا كانوا ضد العراق، ليسوا ضد نظام. هذه القضية، أن تكون ضد نظام شكل وتتصرف بشكل آخر، وأن تكون ضد بلدك تتصرف بشكل آخر. هم تصرفوا بشكل آخر، وقفوا مع المحتل، اعتبروا قوات الاحتلال قوات تحرير مشروع، تبنوه ولحد الآن يتبنوه، تبنوا كل منطلقاته وكل فكرة وكل محاصصاته وكل تفريقه وكل التمزيق وكل القتل الذي جرى بالعراق.
فبالتالي هناك فرق بين من يتحدث عن معارضته للنظام السياسي لأي نظام سياسي ومن يقف ضد بلده. هذه يجب أن تكون واضحة للجميع. أن تكون من الداخل أو الخارج، ما يميزك هو يميزك فكرك وانتمائك، لمن تنتمي. هاي الفكرة الرئيسية. أنا أنتمي لحزب الدعوة، وحزب دعوة طائفي وفكر طائفي وممزق وخراب، وعندي رغبة بالانتقام ورغبة بالاجتثاث وبإزاحة الآخرين وبقتلهم وبالسلب وبالفساد وبالخراب طائفياً. وتفجير المجتمع طائفيا، كنت من الداخل أو كنت من الخارج، نفس الفكر ونفس الإطار أنا أؤمن به لا أختلف. إذا كنت أنا في العراق كنت أو كنت خارج العراق، هذه القضية لا تميز أحدا، أنت كنت من الداخل أو كنت من الخارج. لذلك حديث محمد الشياع السوداني أنه من أو من يروجون له، من يطبلون له على أنه من الناس الذين كانوا في الداخل، أول شخص يتولى رئاسة الوزراء من داخل العراق. هذه ليست ميزة، الميزة في الفكر والانتماء والتوجه والإيمان، وهذه نفسها هو جزء من هذه العملية السياسية من تشكيلها من عام 2003 لحد الآن، وكان وزير بها وكان وكيل وزارة وكان وزير في أكثر من منصب وكان محافظ وهو عضو في حزب الدعوة ومتبني كل هذا الفكر، وكان يدافع عن فكر المالكي والمالكي اللي دمر العراق 8 سنوات وما زال يدمر بالعراق، وهذا الفكر كل الفساد والخراب هو جزء من عنده. لكن الحالة الأساسية في كل هذا اللي نتحدث عنه أن هناك تصميم خارجي وداخلي لتلميع صورة هذا الرجل، لكي يقولوا للعراقيين أنه جئنا لكم بشخص شيء جديد وكأنه نزلونا باراشوت، وهو معروف هو جزء من هذه العملية السياسية العملية الخربة. حتى من يتحدث تحدث عن هذه الميزة، قال لماذا هذه الميزة؟ قال الداخل هو الأقرب إلى معاناتي وهمومي وتطلعات المجتمع العراقي، هكذا يعني هذه سبب الميزة أو الخصيصة. إذا كان ذلك صحيحا نعم، وهو يعني خل نوافق عليه، إذا كل هؤلاء الذين جاءوا من الخارج كان يجب في أول لحظة من عام 2003 نلزم كناسة ونكنسهم ونطلعهم خارج العراق، لأنهم لا يفهمون الوضع العراقي وليس لهم علاقة ولا يمكن أن يحكموا العراق، وهذا واقع الحال. أنا أعود وأقول القضية تتعلق بالفكر نعم، بالانتماء واضح، بالتوجه بالرغبة بالإيمان بالانتماء، هذا الواقع. أنت لمن تنتمي، لمن تعمل، وهذا اللي يميزك أنت. داخل خارجي لا يعني شيئا، لكن انتمائك لمن؟ هناك ناس بالخارج الآن موجودين وصار لهم سنوات، لكن انتماء للعراق هو من أكثر انتماء من أي عراقي ساكن في وسط بغداد ووسط أي مدينة أخرى. هذه قضية غير شكل. دكتور قحطان، الحقيقة نقطة كتابة الدستور مر عليها السوداني وقال إن الدستور الحالي أو الجديد كتب بأيدي عراقية منتخبة. الموضوع طبعا أشبع نقاشا وبحثا وتسليطا للضوء، لكن ما دام السوداني مر عليها احنا أيضا نريد نمر عليها هذه النقطة، وباختصار تجاوبني حتى عندي سؤال آخر. الدستور كتب بأيدي عراقية منتخبة عراقية صميمية كما يقول السوداني؟ الواقع الحالي الشكلي يقول نعم، هناك 15 شخص تم تعيينهم من الكتل السياسية حسب المحصصة، وهم أكاديميين، قسم منهم وقسم منهم مراجع دينية، كتبوا الدستور، ولكن واقع الحقيقة كتبوا الصورة الشكلية للدستور. أما الفقرات التي هي ألغام في الدستور كتبها نوح فريدمان مع برايمر، وهو شخصية يهودية أمريكية الجنسية، وهناك توجيهات تؤكد على إبقاء الألغام قائمة رغم بعض الآراء كانت إلى حد معين تذهب إلى رفعها. إذن نحن أمام صورتين، الصورة الأولى أن شكليا عراقيين، ولكن الواقع الحال من حيث التوجيه وحيث النقاط الأساسية التي هي سبب بلاء العراق وهي الألغام كتبها الجهات المحتلة برأسهم نوح فريدمان وبرايمر. تحدث أيضا السوداني عن أن العملية السياسية والتغيير الذي حدث الديمقراطي في العراق بعد العام 2003 الحقيقة الذي عوقه هو ما سماه بالإرهاب. هناك إرهاب عوق العملية السياسية، لم يجعلها تسير بشكل طبيعي، وبالتالي أشغلها عن مسارها أو عن أهدافها في بناء دولة عراقية حديثة، وتغاضى عن مشاكل العملية السياسية من الطائفية ومن الفساد ومن الميليشيات وما إلى ذلك.
فقط الإرهاب هو الذي عوقها، ولو لم يكن هناك إرهاب للعملية السياسية أنجزت أو بنت أو قدمت عراقا نموذجا للدولة الحديثة؟ إذا كان الإرهاب بمعنى القهر الآخر بلاحق فالكيان الأمريكي أو القوى الأمريكية بما فيها القوى المساندة للأمريكان هم أرهبوا العراق أساسا ودخلوا بقوة غاشمة ودمروا بلد الحضارة. إذا الإرهاب هو أساس ميجي العملية السياسية بعد 2003، وإذا كان الإرهاب هو نفس طائفي مذهبي يتقاطع مع البعض الآخر يوظف سلبيا، فهم أساس المذهبية والطائفية والفرقة بين المسلمين وبين المجتمع الواحد. وإذا كان الإرهاب هو الانتماء إلى إرادة أخرى لا تخدم الذات الشخصية، فهم أكثر من انتماء إلى إرادة خارجية لا تخدم الذات العراقية. إذا الإرهاب إذا كان موجودا فنعم نقول موجود، ولكن من صنعكم، من صنع أمريكا، من صنع النفس المذهبي الطائفي. ولكن حقيقة الأمر لا، هناك مع الفساد الإرهاب هناك الفساد الذي أثقل كاهل الدولة، بحيث أي موظف حتى وأي مراجع لا يمكن أن يجدد هوية أحوال مدنية إذا لا يعطي رشاد للضباط وللموظفين. لا تستطيع أن تدفع فاتورة الماء أو الغاز إلى أن تعطي شيء إلى الموظف المالية. إذا نحن أمام فساد، الفساد هو أساسي. الإرهاب الذي صنع في العراق نتيجة للفساد العقائدي والانتماء المذهبي والطائفي هم أساس هذا الموضوع. إذا هو السبب الأساسي هم، وإن كان الإرهاب هو أحد أسباب التراجع، ولكن هم أساسا أسباب التراجع. ودليل على ذلك إذا كانت القاعدة هي أساس الإرهاب في العراق والمنطقة كانت آمنة مستقرة قبل أن يتمهم إلى الحكم بعد 2003، لكن هم جاءوا ونموا الانقلابات المذهبية الطائفية، وإذا الإرهاب هو نتيجة إلى هذه المجموعة وهذه العملية السياسية الفاشلة، وليس الإرهاب منعهم، بل هم الذين صنعوا الإرهاب وصنعوا الفساد وأقاموا لهم مؤسسات وجهات تحمي. ولعل نور زهير الذي قال صراحة أنا مسكت على الجهات الكبرى التي كانت معي في سرقة القرن، فصومتهم سأكشف الأوراق، فأخرجوه وأعطوه ضعف ما خسر أو ضعف ما صابه من قضايا نفسية. إذن هذا هو الخلل. أتمنى المسؤول العراقي أن يقول هذا الخلل، وعلينا أن نخرج من هذا الخلل. أما أن يعني يبقي آراء أخرى غير منطقية فهذا ألام آخر وأذى آخر العراق، وليس إخراج العراق أو مسار لإنقاذ العراق. أشكرك. بالإذن من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير في حلقة الليلة التي تناقش تصريحات الرئيس الحكومة الحالية السوداني في لقائه التلفزيوني المطول. بعد الفاصل نعود لإكمال النقاش مع الضيفين، ابقوا معنا. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة فيما ورد من تصريحات عن الواقع العراقي على لسان رئيس الحكومة الحالية في لقاء تلفزيوني مطول محمد الشياع السوداني. ضيفا الحلقة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي. دكتور، السوداني أيضا حاول أن يبرئ المرحلة الحالية من أنها أسست للفساد،
وأن هذا الفساد الحقيقة عائد لمرحلة ما قبل عام 2003، لكن الآن الفساد الحقيقة استكمل هذه المسيرة، وإن كان يعني بشكل كبير بحجم كبير. الفساد لم يبدأ مع مرحلة 2003. أستاذ ماجد، يعني ربما في كثير من المجتمعات، في كثير من الدول موجود الفساد. نعم. يعني لا تستطيع عندما تقرأ يعني النشرة اللي منظمة الشفافية الدولية تصدرها سنويا عن الدول والفساد ومستوياتها، كل الدول تضعها. هناك فساد في كل الدول، فساد معين ونفسيات معينة، لكن فساد عن فساد يختلف، نسبة تختلف، وبالتالي أنت تقيس على النسبة الكبيرة. ما حصل بعد 2003 حالة غريبة وظاهرة لا يمكن احتمالها، لا نظير لها في التاريخ أبداً أبداً. لم تحصل حتى شكل النظام، حتى شكل النظام من عام 2003 لحد الآن. اقرأ تاريخ العراق، لم يحصل في العراق خراب ودمار وفساد وتخريب وتمزيق للمجتمع مثل ما حصل خلال 20 سنة، حتى في العهود المظلمة، حتى في احتلال هولاكو لبغداد وتدميرها لم يكن الوضع بهذا السوء. هذا واقع الحال مقارنة بهذا الوضع تاريخيا اجتماعيا اقتصاديا. ستجد أن الوضع الحالي غريب، يشكل ظاهرة غريبة وشاذة بكل تفاصيلها. هذا واحد. الثانية، عندما تحدث عن فساد، أنت العراق، وأعود مرة أخرى أقول هذا ليس دفاعا عن النظام، حتى لا أحد يطلع لنا يقول لنا يدافعون عن النظام. واضح واضح دكتور، ما له علاقة. يجب التأكيد على هذه القضية، لكن أنا أتكلم عن واقع. نعم. نرصد واقع. العراق دخل في حصار لمدة 13 سنة. نعم. الحصار كان حصار فعلي، ليس مثل الحصار الإيراني ومدري ما. حصار اللي فرض على العراق حصار فعلي جدا جدا. من لم يعش تلك الفترة من الشباب الحالي عليه أن يعني يراجع تلك الأوراق، وسيجد ويسأل الأكبر من عنده، وسيجد يعني أشياء تشيب الرأس. ومنعوا الحليب عن الأطفال، منعوا الأدوية، منعوا كل شيء منع عن العراق. والعراق عاش في عزلة تامة، العرب وجيرانه يعني هكذا نتحدث، والعالم كله حاصره، وحصار شديد جدا جدا. أمريكا كانت وبريطانيا والغرب كله مصر على هذا الحصار. عموما عندما أقرأ كتاب مثل كتاب درء المجاعة لمحمد مهدي صالح وزير التجارة السابق، أصدر كتاب مذكراته من عام 1990 لغاية 2003، سأجد رقم ربما يدلل على الوضع هذا اللي يتحدث به السوداني. يقول أن الفساد، لو كان الفساد موجود ما كان الوضع بهذه الطريقة السمجة الآن الموجودة اللي تشكل ظاهرة، ما كان العراق من عام 1991 لغاية عام 1996، هذه السنوات الصعبة في حياة العراقيين، واردات العراق من النفط خلال هذه السنوات 91 إلى 96، وكان نفوس العراق 22 مليون، مليارين و820 ألف دولار، هذه واردات العراق كلها خلال هذه السنوات من 1991 لغاية 1996. لاحظ، كان العراق ببطاقة مليارين و820 ألف دولار، يعني بقدر المبلغ اللي سرقه زهير نور زهير. نعم، في اللي تحدث عنه دكتور قحطان قبل. نعم. قليل. هذا واردات العراق خلال هاي السنوات، وهذه أصعب سنوات الحصار كانت عند العراقيين حقيقة، كانت تسحقهم سحق. نعم. هذه الواردات، مع ذلك الدولة كانت قادرة، بغض النظر هذا يعني ما له علاقة بشكل النظام، لكن وزير تجارة كانت أكو هناك بطاقة تموينية، الناس عايشة. نعم، الطحين مو زين، ما أعرف منو التمن مو هالقد مدري، لكن كل البطاقة التموينية مبذولة للمواطن لكي يعيش، واستطاعوا أن يدرؤون المجاعة. واو. في العراق لو كان الفساد بالطريقة التي هم عليها الآن، لكان تجد يوميا يعني أكوام من الجثث، من الجياع، من العراقيين جثث بالشوارع. لكن مع ذلك العراق عدى كل هذه الفترة، فقد 500 ألف طفل بسبب الأمراض، وفقد مثلهم من الشياب والعجائز والكبار السن من المرضى. نعم، فقد حوالي مليون إنسان عراقي بسبب الجوع والأدوية، لكن مع ذلك استطاعت هذه الموارد القليلة واضح أن توقف البلد على أقدامه. إذن حجم الفساد حتى لو كان موجود فهو بسيط جدا،
لا يمكن مقارنته بالفترة. إذن القول في أن الفساد هذا إلى جذوره بالماضي، هذه تدليس ومحاولة للكذب ومحاولة للعب على الفساد، جاء مع هؤلاء، وهؤلاء جاءوا لديهم شراهة وما زالت الشراهة مفتوحة للسرقة للنهب. سرقوا الأراضي، سرقوا الأموال، وسرقوا النفط، سرقوا كل شيء الحقيقة، سرقوا حتى أحلام الناس. نعم. دكتور، تحدث أيضا السوداني عن أن شرعية النظام الحالي، شرعية العملية السياسية، مستمدة من أصوات الناخبين، مستمدة من صناديق الانتخابات والاقتراع، فقط هذا الاستمداد. يعني أي شرعية لهذه العملية السياسية؟ هل فعلا أصوات الناخبين تمد هذه العملية بالشرعية؟ حقيقة الواقع بالتأكيد خلاف ما تفضل به رجل الجرائم 100%. يعني إذا تابعنا بشكل عام نسبة المشاركة وهي مقررة من قبل الجهات الرسمية ما تتجاوز 20، والواقع تشير إلى حوالي 16 إلى 15% نسبة المشاركة. تزعى ذلك هذه العملية السياسية، ورغم تحفظنا عن هذه العملية السياسية أنتجت مجموعة معينة سميت الكتلة الأكبر. دكتور، خليني أقاطعك وأيضا يعني الشرعية، العفو، المشاركة في الانتخابات ما تتجاوز 15%، والمفارقة أن الذين فازوا بال 15% لم يشكلوا الحكومة. هو جايك. تفضل. هاي مجموعة اللي فازت، نعم، ما يسمى صدريين أو الكتلة التي شكلت صدر وآخرين، لم يصبحوا بتكوين الحكومة. والواقع المشكلة أن عملية الحكومة لا تعرف فرق بين الشرعية وبين المشروعية. الشرعية إن جازت في أحسن حالاتها هي توافقها مع القواعد العامة المعتمدة، ولكن المشروعية هي مدى مقبولية الناس لهذه المجموعة. مقبولية الناس للمجموعة صفر حقيقة الأمر. ترى الشرع الآن ساكن، التظاهرات مستمرة، المقاطعة كما قلنا الانتخابات قوية وموجودة ومستمرة. إذا نحن نغلط أنفسنا عندما نقولها انتخابات أساسا، هي ممكن أن تمرر، يعني هذه جريمة بحق العراق أن تمرر انتخابات لا يشارك بها سوى 16 أو 15%. هذه أصلا لا تستحق أن تكون انتخابات معتمدة. تزعى ذلك الخلافات البينية التي يعتمد فيها المذهب والطائفي والخندق والكتلة المحاصصية كدليل لأن يكون في السلطة أو في المنصب الفلاني. إذن أين إرادة الشعب؟ أين المشروعية في الموضوع بقدر ما هي فرض حالة مغرم عليها الشعب أن يقبلها؟ ولكن للأسف الشديد نقول بالتأكيد هذه هي السلطة، التسلط، والتسلط يبرر ما كما كان فرعون يبرر لنفسه، وأنه هو ما هو من صفات ينسبها لنفسه. فالعملية السياسية أن تنصب لها هذه الصفات، ولكن العلم يقول أنها لا تملك مشروعية بالأساس، والشرعية التي تدعيها فيها خلل كبير دالتها الأساسية نسبة المشاركة والآلية القائمة. الشيء الآخر والأهم أن حتى العملية السياسية عندما تمرر وتمضي لا تكون وفق الاختيارات بقدر ما وفق الأحزاب السياسية وما تشخص من شخص لإدارة الجانب التنفيذي. إذا نحن أمام حالة لا منطقية بالمرة. نعم. وبالتالي أي حديث عنها بأنها شرعية لا أعتقد فيه أن الصواب ما يمكن أن يصل لجانبها. نعم. دكتور رافع، السوداني عندما تحدث الحقيقة عن أن النظام السياسي يستمد شرعيته من صناديق الاقتراع ومن أصوات الناخبين، الحقيقة لم يأخذ وقتا طويلا وتحدث عن مقاطعة كبيرة للانتخابات 2018 وهذه الانتخابات، وقال أن هذه المقاطعة عبارة عن رسائل من الرأي العام للطبقة السياسية. السؤال، هل هذه فعلا الطبقة السياسية قرأت هذه الرسالة ومضمونها؟ لاحظوا هذا، هناك تناقض بين الحديث والواقع. نعم. وهناك تناقض بالحديث نفسه. نفسه، نعم. يعني يتناقضون في حديثهم بين فقرة وفقرة، عندما يقول إنه إحنا هذه الحكومة تمثل الشعب، وهذه من خيار الشعب، ويرجع يقول إنه الشعب قاطعهم الانتخابات، قاطع الانتخابات، وهي رسالة سياسية، رسالة سياسية. نعم. وإحنا كنا نعرف، وتحدث الآن أخي الدكتور قحطان تحدث عن المقاطعة أكثر من 80%، 14% 16% مشاركة، والذين شاركوا فازوا بها انسحبوا، والذين شكلوا الحكومة هم الذين خسروا كل هذه الشغلة، والذين شاركوا هي ميليشيات وقوى تابعة لهذه الأحزاب، الحقيقة الشعب انقاطعها. إذن هذه الحكومة لم يشكلها الشعب وما لها علاقة بها،
لا شرعيه ولا مشروعيه ولا اي شيء. هذه كذبه كبيره. فالشعب وجه رسائل، نعم، لكن هل فهمتم هذه الرسائل؟ يعني مثل ما يقول هو ايضا في حديث اخر، يقول انه سقوط النظام السابق كان رسالة واضحة لكل السلطات، لكل من يحكمون، لكي يرعوا، لكي ينتبهوا. هل انتبهتم 20 سنة؟ هل كانت الرسالة واضحة؟ نعم دكتور، قال نحن بعد 20 عاما. ودكتور قحطاني سمعنا أيضا السؤال، بدأنا الآن نفهم بشكل أعمق وأكثر حدود الحرية والديمقراطية في العراق الجديد. لاحظ أستاذ ماجد، هناك أنظمة في الدنيا كلها تسمح، يعني لا تسمح، دكتاتورية يسموها، لا تسمح بأحد أن يتحدث عن النظام، يعني تعتقله. وهناك أنظمة تدعي الديمقراطية مثل هذا النظام اللي موجود بالعراق الآن، هذه السلطة اللي موجودة، لأنه مو نظام، سلطة موجودة، تقول أن دستورها وقوانينها تسمح للناس أن تتظاهر وتعبر عن رأيها وتقول رأيها بالتلفزيونات، نعم، وبالفضائيات. أنت تبحث عن النتيجة، يعني النتيجة النهائية، وتقارن بين الحالتين. طيب هؤلاء الذين خرجوا واجهتوهم بالرصاص وقتلتوهم ولم تنفذوا شيئا مما قالوه، ولا يعني، ولم يصل إليكم صوتهم، ولا يصلكم صوتهم، ولا يعنون شيئا، إذن ما الحاجة للديمقراطية هذه؟ تدعون أنه تظاهروا، خلي تظاهرون، لكن إحنا ما نسمع، خلي يعني يرفعون شعارات وكذا، وإذا استطعنا أن نقتلهم نقتلهم مثل ما حصل في تشرين، وإذا ما استطعنا أن نقتلهم خلي يظهرون بالساحات ونغلق عليهم الساحات ونغلق ونطردهم وخلص، وإحنا ديمقراطية وهي منصوص عليها، لأنه إحنا نسمح بحرية الرأي، وخلي يتكلم علينا بالتلفزيون بس ما حد يسمع. ما هي الحالة نفس الحالة، لكن ربما في أنظمة دكتاتورية أخرى كثيرة ربما هذا الكلام يزعجهم ويخليهم يفعلون الشيء العكس. يعني عندما تظاهر الناس مثلا، دعني أقول خدميا، يتظاهر الناس لأمطار غرقت الشوارع، ربما تتخذ هذه الحكومة الدكتاتورية إجراءات تمنع هذا الموضوع مرة أخرى لكي تسكت الشعب. لكن هؤلاء بالديمقراطية، بس بالديمقراطية يسمعون الناس، نعم، تتظاهر. فإذا الحالة واضح، حالة الديمقراطية وحالة الدستور قال كذا والدستور يكفل، كذبة كبيرة ولعبة كبيرة ومعيبة أصلاً. والعراق ليس فيه ديمقراطية وليس فيه حرية وليس فيه تعبير عن رأي. دكتور قحطان، في سؤال أن القوى العملية السياسية بدأت تفهم الآن بشكل أعمق حدود الديمقراطية والحرية الآن، وقدم دليلاً السيد السوداني مؤشر على فهم ديمقراطية، أن طيفاً اجتماعياً كبيراً من العراقيين قاطعوا العملية الديمقراطية، العملية السياسية، لم يؤمنوا بالعملية الديمقراطية، الآن آمنوا بعدما تبين لهم أن هناك نظاما ديمقراطيا تتداول السلطة فيه سلميا، التحقوا بهذا النظام. كيف التحقوا وأصلا الذين شاركوا في 2003 يقاطعون 90% الآن؟ هذا التوظيف إلى حالة خاطئة حذرنا بها سابقا، الذين انزلقوا إلى العملية السياسية باسم ثورة تشرين كأخونا علاء الركابي وآخرين، وهم الآن في وضع مأساوي جدا داخل البرلمان، لا يقوون أن يقدمون شيئا ولا أن يرجعون إلى الوراء يلتحقوا بالثوار. هذا أراد أن يقول أن عملية سياسية احتوت مطالب الجماهير ديمقراطيا بالتحاق هؤلاء بالعملية السياسية. ولكن يا أخي العزيز، أتمنى أن يفهموا الديمقراطية حقيقية. الديمقراطية في العراق غائبة، ليس موقفا شخصيا من دكتور قحطان الخباجي، ولكن عندما تكون الأحزاب تمتلك قوى ضاربة، فصائل مسلحة، هذا ضد الديمقراطية في 100%. عندما تكون الأحزاب أساسا المذهبية الطائفية، هذه ضد الأفكار الديمقراطية لخدمة الجميع. عندما يكون أغلب الأحزاب السياسية سيما الدينية أو الكردية، إذا يموت الشخص الأول في الحزب يورثه أخوه أو ابنه أو كذا، كما في جماعة الحكيم، جماعة الصدر، جماعة الطلباني، جماعة البرزاني. وإذا جئنا إلى العملية الانتخابية التي حصلت الآن السياسية، هي جاءت بإرادة قوة خارجية خارج القانون الدولي والمنطق العام، وجناية بحق الإسلام والقيم والأرض. الوقت ده يداركنا. السوداني قال رغم كل هذه التحديات الداخلية والخارجية اللي تحدثت عنها عن جزء منها حضرتك، لكن العراق حافظ على
مسار للتداول السلمي للسلطة، انتقال ديمقراطي للسلطة، لم ينزلق على الرغم من كل التحديات، لم ينزلق إلى دكتاتورية أو إلى استبدال. لا، حافظ على البقاء الفاسدين على قمة الهرم السلطة بالعراق وهم دكتاتورية بمعنى الكلمة. أشكرك دكتور. دكتور رافع، في حديث قضية التداول السلمي للسلطة، هل السوداني وشركاء يعني يعتقدون فعلا أنه هذا تقاطف السلطة، تدوير السلطة بين شخوص نفس الشخوص منذ 20 عاما، هو هذا التداول السلمي للسلطة، هذا هو التحول الديمقراطي، هذه منعطفات ديمقراطية، يعتقد هكذا؟ أستاذ ماجد، قبل أن أجيبك على هذا أريد فقط أن أعرج على قضية أنه سؤالك حول أنه محمد شيعة السوداني يقول أنه الناس كانت غير مؤمنة بالعملية السياسية. نعم. الآن مؤمنين بالعملية والتحقوا السياسية بها. نعم، التحقوا بها. قد يلتقي هو بشخص معين، شخص شخصين، ويتحدثوا له يقولوا له احنا ما كنا مؤمنين والله بالعملية السياسية، الآن مؤمنين بالعملية السياسية، ويعتقد انه هذا يشكل رأي دكتور عام. سماه طيف اجتماعي، هو طيف اجتماعي، هو يسميه مثل المالكي. من تحدث عن الأمن في العراق الآن قبل يومين يقول انه حدثني ضابط أمن سابق بالنظام السابق. نعم. قال انه الأمن الآن أفضل. نعم. ضابط أمن بالنظام السابق حدثه يقول له الأمن أفضل، هو هكذا يقاس الأمن؟ هو هكذا شخص يعتبر نفسه المنظر لحزب الدعوة، المنظر لبناء العراق الجديد مثل ما يسمونه، يعني يعتمد على فكر واحد ضابط بالأمن قال له أنه الأمن أحسن؟ خاف حلف له، بغض أن يكون حلف له أو ما حلف له، لكن أنت لا ترى الواقع، لا. نعم. ترى القتل، لا ترى التهجير، لا ترى الذبح بالشوارع، لا ترى المصيبة القشرة. العراق الآن أكثر من مليون طفل الآن بالشوارع، أبناء الشوارع، ذولا أطفال الشوارع، الأمية، الفقر، البطالة، الخراب، الدمار، الاعتقالات، الميليشيات بأسلحتها، فرض الأتاوات، فرض نفسهم، السيطرة على مدن معينة وإزاحة أهلها وطردها من عنده، هذا كله يسميه أمن، أمن أفضل من السابق. هي ليست مقارنة، مو قضية مقارنة، لا نريد أن نقارن مع الماضي، لكن هم من يقارنون مع الماضي ليس لديهم خطوة للمستقبل والحاضر للمستقبل، فلذلك يقارنون مع الماضي بطريقة يعني فجة ومعيبة ورثة. الشيء الآخر الحقيقة اللي تسأل عنه، كنت تسأل، أنا حتى السؤال نسيته. نعم. خلنا أرجع دكتور قحطان بلكة. نعم. يعني أذكره دكتور قحطان، الحقيقة السوداني قال إن الفساد التحدي الأكبر الذي يواجه العراق، مكافحته والتصدي له ليس عملية صعبة، لكن لم تتوفر الإرادة السياسية لحد الآن لبدأ عملية التصدي له. يعني 20 عاما لم تكن كافية لبلورة هذه الإرادة السياسية، ثم إذا كانت كل القوى السياسية منغمسة وغارقة في هذا الفساد وتحميه وتوفر الحصانة له، فمن أين ستأتي الإرادة السياسية؟ تأتي من السماء، من الأرض؟ بهذا الكلام هو دقيق 100%. الفساد مستحكم كاملة ومشرعا ومؤسساتي، وفعلا غير قادرين على إنهاء الفساد بغياب الإرادة الوطنية العراقية كاملة والقوى السياسية المتنفذة. أساساً نقول للمرة المليون أنها بالتأكيد جزء من صيورة خارجية وإرادة خارجية، وبالتالي لا أعتقد لا هو ولا غيره، ولا حتى لو الآن أعدنا حمورابي إلى العراق ليقود العراق لا يمكن أن يغير الأمور، لأن الفساد مستحكم والقوى السياسية دون استثناء من أعلى جهة إلى أقل جهة هي تعمل بالفساد وتستديم ذاتها بالفساد، وبالتالي من يحارب الفساد سيكون هو الفاسد في دولة الفساد في العراق. نعم. إذن نعم، هذه الخطرة مضبوط قالها، الفساد مستشري، إرادة غائبة، وهو وغيره جزء من أسماء الفساد ووضع السيف في العراق. نعم دكتور، السؤال اللي أنا كنت نسيته هو عن تداول سلمي للسلطة، هل يعتقد السوداني وشركاء أنه هناك تداول سلمي للسلطة، هذا يعني هذا التقاذف للسلطة منذ 20 عاما؟ وأيضا نقطة حتى نمر عليها لأنه إحنا في الدقائق الأخيرة، وقال أن رئيس الحكومة المنتخب صلاحياته ويديه مقيدتان وليس مطلق الصلاحيات،
بسبب الفصل بين السلطات القائم في العراق ووضع حدودا لكل سلطة. الحقيقة أستاذ ماجد أن تكون يعني تداول سميه سلمي للسلطة، هو المفاهيم لديهم كلها ملتبسة والمفاهيم كلها مضللة الحقيقة، يعني من مفهوم الديمقراطية، مفهوم الحرية، التعبير عن الرأي، مفهوم العراق الجديد، مفهوم الحكم، كلها مفاهيم غريبة وشاذة وملتبسة، وجزء وهذا واحد منها هو مفهوم تداول السلطة. هي نفس الأحزاب، نفس القوى التي بدأت بالعام 2003 هي ما زالت نفسها الحاكمة، حزب الدعوة وجماعة الحكيم وجماعة الصدر، هذه الوجوه ومجموعة من السنة، هؤلاء الموجودين هذه والكراد، نفس العملية وجزء من محاصصة يعني أسسها لهم المحتل الأمريكي وضع لهم أساسها من مجلس الحكم وقال لهم هذا الأساس به. ويموت الأبناء ويأتي الآباء ويأتي الأبناء. نعم ولكل مجموعة نسبة معينة، لذلك السوداني يقول ارتكبت أخطاء استراتيجية. ما هي هذه الأخطاء؟ إن السنة ما شاركوا بشكل واسع في الانتخابات، شاركوا إذا شارك واحد إذا شاركوا الكل نفس النسبة يأخذوها. هذه قضية محددة، هذه بالمحاصصات وضعت نسب، ومن البداية تحدث بريمر عن أكثرية وأقلية ونسبة وما أعرف من وهل قد نسبة، هذه حددت من البداية وحددت في مجلس الحكم. 13 شيعة، 5 سنة و5 كراد، وواحد تركماني وواحد مسيحي وواحد أشوري. هذه القضية واضحة جدا. وفي مرة الحزب الإسلامي فاز بمقعدين في البرلمان بينما جاءوا بواحد منهم صار رئيس البرلمان، هو عنده مقعد أو مقعدين، هو هذه الحقيقة. فوزعت المناصب، رئيس الوزراء شيعي، رئيس الجمهورية كردي، رئيس البرلمان سني، هكذا وزعتوها. شاركوا السنة بأعداد كبيرة، شاركوا الشيعة، شاركوا، هذه القضية منتهي. القضية هي نسب محددة وتوزع المناصب حسب هذه النسب. فتداول السلطة بين هذه القوى نفسها الحاكمة، يذهب سين إلى الأمام ويرجع صاد إلى الخلف ويتقدم هذا ويرجع على الكرسي هذا، هذا لا يعني تداول نقطة الفصل بين السلطات القائم في العراق وتقييده لصلاحيات رئيس الحكومة. كيف يمكن الفصل بين السلطات والسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية متداخلة مع بعضها وكلها تخدم مجموعة وتخدم وتحت إشراف وإدارة الميليشيات والقوى المسيطرة الخارجية والداخلية؟ هذا واقع الحال. فكيف يمكن الفصل بين السلطات وأنت تصدر أي قرارات لصالح السلطة؟ كل السلطات يعني تصدر قراراتها وتنفذ أفعالها خدمة للعملية السياسية ولبقاء العملية السياسية والسلطة فيها. كيف يمكن الفصل بين السلطات؟ والأدلة كثيرة، المحكمة الاتحادية اللي فاز اياد علاوي بغض النظر عن رأينا باياد علاوي، لكن فاز الاتحادية طلعت انتخابات 2010 طلعت يعني بقضية جديدة مستحدثة، الكتلة الأكبر بعد تشكيل البرلمان وكذبة هائلة، وارتدت عليهم بال14 ورجعوا لعبوها مرة أخرى وهكذا. والدستور، وأقول شكرا، هو نهائيا الدستور مطاط. هم وضعوا هذا الدستور لكي يفسرونه تفسيرات مثل ما يريدون، وبالتالي كل السلطات هي لعبة بأيديهم يسيرونها مثل ما يريدون ويتداخلون معها مثل ما يريدون. ولا أنت تشاهد الآن نائب رئيس البرلمان ورئيس البرلمان يتدخلون في قضايا تنفيذية، لماذا؟ شكرا دكتور. ما لهم علاقة، ورئيس السلطة التنفيذية يتدخل في كذبة كبيرة. وهذه شكرا حقيقة. دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من سكايب. شكرا دكتور رافع الفلاحي، ياكم الله. هنا في هذه الحلقة التي ناقشت تصريحات وحديث رئيس الحكومة الحالية عن واقع إيجابي أو وردي في العراق. شكرا للمشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.